تهدف هذه الفعالية لزيادة الوعي بحقوق متلقي خدمات الصحة النفسية في المجتمع الغزي، وهذه الفعالية كانت موجودة في الكتيبة الخضراء، فعالية عامة شارك فيها جميع أفراد المجتمع، ونحن قصد يعني أنه شارك فيها جميع الأفراد كفرصة من التفريغ وكفرصة من نشر التوعية بشكل أوسع حتى تصل رسالتنا لأكبر عدد من الأشخاص. عبارة عن لوحات بيقوم فيها أشخاص عاديين بيرسموها بتعبر عن المرض النفسي أو عن الصحة النفسية وكيف تأثير الغياب الصحة النفسية من خلال اللوحات. جالية هناك في سناء هان الرسمة هي لجمجمة لشخص متفكك نفسيا أفكاره متشتتة، فهنا بتوحي إنه في أجزاء يعني هي هنا بالرسمة في إنه الأجزاء من الجمجمة مفكوكة عن الرأس نفسها، فهذا دليل على تشتت الشخصية وعدم ثباتها. وهنا طبعا هاي الرسمة لإنسان غير متوازن نفسيا.